طلة جديدة وأحلى مساء بيجمعنا معكم مشاهدينا عبر شاشة الراي مع برنامج المرأة ستايلك، برنامج خاص بعالم المرأة من موضة وأناقة وشياكة. اليوم مواضيعنا كتير حلوة ومفيدة، خليكن معنا. خلينا نستعرض فقرات حلقتنا لليوم. في حلقة اليوم من ستايلك، موضة وستايل في تحضير مائدة الطعام، جديد عالم الموضة مع مصممة الأزياء هيا الحوطي. في فقرة آت هوم، المكياج حسب لون البشرة. محطة خاصة لمحبي الرياضة، واليوم رح نشوف أكثر رشاقة وأكثر أناقة مع رياضة اليوغا. Natalie, I'm yoga instructor. I'm certificated in yoga therapy and Ayurveda. And of course, using as experience modern yoga, they have a lot of benefits from different development from yoga itself. And the new equipment that we have in BeFit, and I'm happy to use it, of course, in my classes, which calls anti-gravity yoga. It helps a lot for beginners, and of course for different levels, but especially for beginners, to start yoga classes. Who has any spices, you should come to yoga classes. So, and this is have, of course, a lot of benefits for different kind of digestive systems and respiratory systems, as yoga itself and anti-gravity yoga. So, and as I also have dancing background, so and anti-gravity yoga combines as yoga, Pilates, gymnastic, and choreography. So it gives more full pictures and more joy for people to use it. قدمت المصممة البريطانية صاحبة الشخصية الفريدة فيفيان ويستوود مجموعة أزياء لهذا الشتاء، حيث أضافت لمسة خاصة من خلال تطريز أشكال النباتات وتفننت بتصاميم الأحذية، لكن التغيير هو مقدمة مدببة تطويراً لتصاميم أحذية سابقة لها لكن مع مقدمة مستديرة. كشفت نجمة المجتمع كيم كارديشيان أن سبب رشاقتها بعد الإنجاب يعود إلى حمية الإكتينز الشهيرة التي تعتمد على تحويل الدهون المخزنة إلى مصدر للطاقة، وأكدت أنها تفضل في الوقت الحالي المكياج الطبيعي الذي يتناسب مع لون شعرها الأشقر الجديد. باقت أزياء فيكتوريا بيكهام لهذا الموسم تحت المكانة رفيعة بين عروض الأزياء، وما يلفت الأنظار إليها أن كل تصميم ترتديه العارضة تكتمل لمساته الأخيرة بحقيبة أنيقة. أترككم مع الأناقة والسحر في تشكيلة أزياء فيكتوريا بيكهام.
بين الحنين للماضي والنظر للمستقبل تلتقي الثقافات، وموسم الهوت كوتور لشتاء 2014 يؤكد أنه بخير. إنه الموسم الذي لا يقبل سوى بكل ما هو مترف، سواء تعلق الأمر بالأقمشة النفيسة أو التطريزات الدقيقة التي تسهر عليها نحو أكثر من 2000 خياطة متمرسة، بالإضافة إلى ورشات لها باع طويل في مجالات تخصصها. عروض الأزياء التي شهدتها باريس اختزلت كل هذه المعاني، فكل ما يمكن القيام به، بل حتى ما لا يمكن تصور القيام به، عرض هنا. صحيح أنها تقوم على مفهوم الحلم حيناً والفانتازيا حيناً آخر، إلا أنها أكدت أنها لا تحتاج سوى إلى بعد نظر وقليل من الذكاء لتتحول إلى تحف حصرية تناسب الواقع. جديد عالم الموضة مع مصممة الأزياء هيا الحوطي من بعد الفاصل. لمسات إبداعية وتصاميم مختلفة وفريدة من نوعها، حبت مجالها وأبدعت فيه، واليوم رح نستضيفها ونتعرف على جديد في عالم الأزياء وشو منطرح جديد من تصاميمها مع مصممة الأزياء المحترفة هيا الحوطي. سهلا فيكي هيا. يا هلا هلا والله فيك كلير، وهلا في المشاهدين كلهم اللي قاعد يشاهدوننا الحين. يعني هيا الحوطي مصممة أزياء غنية عن التعريف. شكرا. والكل بيحبها وبيحب تصاميمها المختلفة والفريدة من نوعها. تسلمي. بدنا نعرف هيا بالبداية مين يلي بيلبس من تصاميم هيا؟ المرأة اللي تلبس من تصاميمي تكون مرأة محبة للموضة، عاشقة الأفكار الجديدة، تكون امرأة تواقع أن هي تظهر بمظهر مختلف، حابة أنها تبرز أنوثتها أكثر. هذه هي المرأة اللي أنا أحب أصمم لها. يعني منلاحظ أنه تصاميمك بالفعل أنه شوي مختلفة مميزة، شو هو سر تصاميمك؟ تقدرين تقولين أن عدم التكرار في التصاميم، مع أني أراعي يعني دائماً المرأة اللي تتقدم عندي وأنها حابة أني أنا أصمم لها، أن أراعي معاها أن تكون تصميم مناسب لشخصيتها، مناسب لجسمها. عندي القدرة أني أبرز الجمال في جسمها، وبنفس الوقت أخفي الأشياء اللي لازم أخفيها وأظهرها في أحلى مظهر لها، بحيث أنها تكون مواكبة للموضة بما يتناسب مع شخصيتها وما يتناسب مع جسمها. يعني هيدا شيء مهم هيا، أنك أنت بتدخلي بشخصية المرأة حتى تعرفي أنه شو ممكن أنه يبرزها أكثر جمالاً، سواء شكلياً أو أنه حتى بشخصيتها وطريقة فكرة بالتصاميم والذوق. طبعاً من ضروري أن المصمم يكون قريب جداً للسيدة اللي حضرت عشان تصمم معها، لازم يكون وايد متفاهم لشخصيتها وحاضر معاها الأشياء اللي هي تكون حابتها. أكيد هي وهي هي ما راحت لمصمم عبث، يعني رايحة المصمم أكيد هي عندها أفكار مثلا بتناقشها معها، بتسألها الأشياء اللي تتناسب معها، هل هذه الأفكار اللي هي جاية فيها مثلا ورايها في هذا التصميم هل هو يتناسب معها أو ما يتناسب. هني يكون في حوار مفتوح ما بين المصمم وما بين السيدة اللي جاية تفصل عنده، فلازم يكون يحتويها بكل معنى الاحتواء. كونه انه تصاميمك هي يعني مثل فردي نفسها، فعم تذكري انه الحوار بين الطرفين، وبتذكري انه لازم يكون في بيناتهم حميمية. بالضبط.
فهيدي الحميمية أنت بتحبذيها بالكامل ولا بس بتعتمدي فترة مؤقتة وبترتقي على رأيك الخاص فقط؟ لا أنا أحب أن يعني أسمع زبونتي للآخر، هي شنو حابة؟ أكيد هي في فكرة مثلاً ما في رأسها، أو أحياناً تكون ما في شيء في رأسها، يعني هي حابة أن أنا أعطيها من رأيي، وإذا كانت هي جاية وفي أشياء معينة تسألني هل تتناسب معي أو ما تتناسب، أحاول كثر ما أقدر أني أقرب هذه الأفكار اللي هي جاية فيها بما يتناسب مع شخصيتها، يتناسب مع جسمها، يتناسب مع المناسبة اللي هي رايحت لها، هل فعلاً هالمناسبة هذه مع الفكرة اللي هي طرحتها علي. ممكن تكون شايفة الموضة حالياً مثلاً وين متجهة، أحياناً الموضة تتجه لصرعات وهي تكون مثلا مناسبتها ما تتحمل هذه الصرعة، أو أن جسمها أو أي إن كان يعني سواء من جسمها شخصيتها مناسبتها إذا ما تحملت الصرعة اللي هي رايحة أو جاية فيها والفكرة اللي جاية فيها أنصح أنها مثلا ما تستخدمها. تقتنع معك يعني ممكن؟ طبعا أكيد ما يت هي المصمم إلا أن هي حابة أن يعني يكون لها يد انه يعني اكيد حابه انه هو يشرح لها اكثر اللي يناسبها اكثر. لا بالعكس تقتنع، يعني انا اللي معي اقتنع. بدنا كمان نعرف هيا على كولكشن الجديد يلي طرحتيه، ونحنا بدنا نتعمق بموضوع تصاميم الاستقبال وفساتين السهرة. شو هو كان جديدك؟ بالنسبة للكوليكشن 2014 Breath of Night اللي هي تنهدات الليل سميتها، حضرت لها قبلها بثلاثة أشهر من رسومات، حضرت من موديلات، رحت حضرت معارض، جبت أقمشة من برا، حبيت إنه يعني يكون فعلا يعني كولكشن متكامل من حيث أقمشته من حيث ديزايناته. فبعد ما خلصنا التصميم والديزاين اتجهت الاتجاه اللي هو التنفيذ ونفذته، وحبيت أن يكون أو حطيته في إطار رومانسي، عشان شي اخترت تنهدات الليل اسم. وبعدها صرت أبحث وين أني أصور هذا الكولكشن، فبعد البحث لقيت اني اصور في شرق اوروبا ببلغراد، وحصلت عندي اتصالات من الستاف اللي عندي. طبعا الستاف اللي عندي كان ما شاء الله عليه، يعني راح سعى وياب لي احسن وافضل مصورين مع العارضات. وطبعا بعدها رتبت انه يكون الشعر مع الاكسسوار يعني تقريبا شبه كامل، خذيت تيم خاص للشعر للعراس والحفلة والزفاف، وتيم خاص للسهرات. والحمد لله يعني اخترنا مكان موفق، هناك كان في قصر قديم وجميل جدا في طبيعة. طريقة العرض هي مختلفة تماما، انك تبرزي الكولكشن او التصاميم، فكيف جذبتي؟ يعني انا السنه هذه حبيت اني اخذ منحنى ثاني، حبيت اني اكون يعني اتجاهي اوروبي اكثر. طبعا الحمد لله حصلت على يعني اكثر من مكان يعني حابين اني انا اتشارك معه في اوروبا اني اعرض تصاميمي هناك، وهذا الشيء يعني نعمه من رب العالمين وفقني لها. والحمد لله يعني تصاميم تقدرين تقولين انها ممكن تعجب كافة الاذواق، يعني تصاميم مختلفة، ممكن اللي حابة الشيء الناعم تلاقي شيء ناعم، واللي حابة الفستان فيه فكرة ان شاء الله يعني يلاقون كل اللي هم محتاجينه في هذا الكوليكشن. يعني اعطيتي هيدا الكوليكشن قيمة كثير كبيرة هالمرة. اكيد اليوم الانسان لما تصير عنده خبرة خلال 10 سنوات من الشغل، فيحاول انه يسخر هذه الخبره في شيء يقدمه افضل دائما. فالحمد لله كان للافضل وفي تقدم مستمر. صحيح مبين اللي كثير حلو طريقه العرض والتصميم وكله كامل. بتمنى لك التوفيق اكيد. الله يسلمك. بدنا نحكي عن 2014 ودارج منها من الوان وقصات فساتين هلا حابين فيها او حبينا على الساحه بالتصاميم. يعني انا اقدر اقول لك بالنسبه لعروس 2014، عروس عباره عن ملكه، ممكن تكون قصتها قصه سندريلا، وممكن تكون قصتها قصه الحوريه مع فستان، يعني الفستان هيكون فيه ذيل. احب اختار لها في عنايه التطريزات،
أن تكون أشكالها هندسية جديدة، تطريزات مختلفة فيها الشك، أنتقي حبات اللولو، حبات الكريستال. العروس 2014 متجهة للون السكري، ومتجهة أن يكون في التطريز حبات اللولو اللي هي اللولو الزراعي، ومايلة أن يكون في إكسسوار باللون الذهبي أو اللون السيلفر. فهذا بالنسبة للأبيض. أما بالنسبة للسهرة، فتقدرين تقولين أن اتجهت الموضة حالياً أن يكون اللون أحادي اللون، التطريز يكون على الفستان نفسه، وإذا حبينا ندخل لون ممكن يكون في التطريز، يعني ممكن أتدرج في اللون. إذا خلنا نفرض أن أنا أخذت فستان أصفر، فيا أني أتدرج بدرجات الأصفر من حيث الكريستال والتطريز، أو أني أدخل لون يتماشى مع اللون الأصفر. يعني مش أنه اللوية اللي بالألوان، لا، هلأ صار في شوية هداوي بالألوان. بالضبط، يعني اللون يكون فستان لون واحد، التطريز او الشيك ممكن ادخل فيه الوان. وتقريبا تقدرين تقولين ان الخامات او الفستان عباره عن تداخل في الخامات، الدانتيل مع الشيفون او الجازار مع الدانتيل، فيعني في تداخل في الخامات مش في الوان الخامات، والالوان ممكن يكون تداخلهم في الشيك والكريستال وحبات الكريستال. هيدا بده اصلا يكون كمان في فن اكثر بالتصاميم، لانه هيدا في صعوبه في بعض الاحيان بتشوفي الالوان الفساتين متداخله مع بعضها بتاخذك بالنظر، بس التصاميم بهالطريقه اللي ذكرتيها اتوقع بدها كثير ابداع وفن بالتصاميم. بدنا نحكي هيا كمان عن الاكسسوار او ماسكه العروس والاكسسوار سوا، شو اهميتهم معك بالنسبه للاكسسوار وماسكه العروس؟ خلينا نبتدي بماسكه العروس. مسكة العروس لازم يكون فيها نسبة وتناسب مع فستان العرس ومع جسم الزبونة نفسها، يعني إذا كان فستانها فخم كثير فمفروض أن تكون المسكة ناعمة علشان لا تطغى المسكة على الفستان، وإذا كان جسمها مثلا نحيل مفروض أن مسكتها تكون صغيرة علشان لا يكون كمان المسكة طاغية عليها هي كشخصيا. لازم تنتبه العروس انها تحافظ على مسكتها تكون فيها نسبه وتناسب ما بين فستانها وجسمها. اما بالنسبه للاكسسوار، فاليوم الاكسسوار مكمل للبدله، يعني اذا كانت البدله بسيطه وناعمه وما فيها غير قصه ناعمه، يعني انا احب انه يدخل الاكسسوار عشان يكون مكمل للبدله نفسها. وانا في الكوليكشن يعني حبيت ان تكون الزبونه او تلبس الفستان تكون فستانها كامل من كل النواحي، من الاول الاكسسوار لغايه الشنطه لغايه كل الكرام الشوز، يعني عينك كان عليه. اي طبعا، حتى تبرزي اكيد. وينك عن الكاجوال هيا بالنسبه لتصاميمك الاستقبال والمناسبات الكبيره والعرايس؟ يعني تصاميم كلياتها حلوه وجميله، بس الكاجوال بعيدة عنه شوي. أنا يعني تخصصت في الأبيض والسهرة، وأحس أن الكاجوال العالم منفرد بحالة، يعني على أساس أني أقرر أني أخوض هذه التجربة يبي لها دراسة، للحين ما قررت أخوض هذه التجربة، فإن شاء الله ممكن تكون في المستقبل، لكن حاليا أنا كل تركيزي على فساتين الزفاف وفساتين السهرة. شو أهمية الدراسة أو شو لعبت دور بحياتك؟ طبعاً أنا من بعد ما احترفت في سنة أو سنة ونص بلشت أخذت شهادتي في الأزياء، وقررت أني أخذ شهادات في الأزياء، لأن اليوم الشهادة مهمة مثل ما هي الخبرة مهمة، تفتح لي آفاق أكثر، تخلي
تخلي المصمم يكون عنده دراية في التصميم، دراية في دمج الألوان، دراية في استخدام الخامات، فشيء ضروري الإنسان أو المصمم أو الفنان يكون مع الموهبة تكون الدراسة. أكيد الواحد بيستفيد أكثر. أكيد. وبدنا نحكي كمان هيا على حلمك يلي كنتي حابه توصلي له اللي هو النوايا الحسنة، خبرينا عنه. أنا حلمي ما زال موجود لليوم، أنا الحلم هذا في بالي ما غاب. سفيرة النوايا الحسنة. بس أنتي عارفة يعني أغلب اللي يختارونهم يكونون سفر النوايا الحسنة يكونون من يا مغني أو إنه يكون فنان ممثل، لكن أنا ما زلت على أمل إنه يكون في يوم من الأيام يتحقق هذا الحلم وأوصل التصميم والأزياء للعالم كله. أكيد البعض هيا بيعتبروك كمان سفيرة النوايا الحسنة حتى لو كان هيدا الشيء مش فعلي، فإن شاء الله بتوصلي له إن شاء الله بإذن الله. أعطينا كلمة أخيرة ونصيحة بتحب توجهيها لكل يلي عم بيتابعونا هلأ. بحب أنصح كل سيدة وكل عروس أو حتى حابة تدخل حفلة إنها ما تتأثر في الموضة وسرعات الموضة، تختار اللي يتناسب معها، مع شخصيتها، مع أفكارها، مع جسمها، يعني ما تطلع برا حدود شخصيتها وجسمها، بالعكس تحاول تكون مهما كانت الموضة مثلاً الدارجة حالياً دارجة على سرعة معينة، إذا هي ما كانت تتناسب معها أنا أفضل أن هي ما تأخذ الخطوة هذه وتأخذ الشيء اللي يتناسب مع شخصيتها ومع جسمها. يعني ما بتحبذ الموضة تقريباً على اللي بيطلع عنا وبيدرج كل فترة بالعكس أنا مع الموضة، لكن مع الموضة اللي تتناسب مع إبراز جمالي. يعني أنا إذا الموضة اليوم كانت راح تشوهني بدل ما تجملني، لا أنا أترك الموضة على جنب وأختار ما يتناسب معي بإطار الموضة، لكن مو أني أتبع السرعة بصورة عمية يعني من غير ما أوظفها، أوظف الموضة بحيث أنها تطلعني للأجمل. أكيد هيدي النصيحة نحن بناخدها بعين الاعتبار مع مصممة الأزياء المعروفة هيا الحوطي. أنا بدي أتشكرك كتير. وأنا بعد أشكرك كلير وأشكر هذا اللقاء الجميل اللي جمعني معك. وبالتوفيق إن شاء الله. شكرا لك. شكرا. موضة وستايل في تحضير مائدة الطعام مع الشيف وائل من بعد الفاصل. أجواءنا اليوم كتير حلوة وموضوعنا حلو وكتير طيب، رح رحب أنا وياكم بالشيف وائل. مساء الخير. مساء الخير، أهلا وسهلا، شرفتونا. أهلا وسهلا فيك معنا بستايلك وائل. طبعا شيف وائل شيف التنفيذي لفندق موفامبيك اللي بالمنطقة الحرة. نعم. أنا وياك اليوم بدنا نحكي عن موضوع كتير حلو بيهم كتير البنات والسيدات. فضل. كيف ممكن تكون أو هل ممكن تكون علاقة الموضة بمائدة الطعام أو الأكل؟ بدي أحكي أنا وياك، بس قبل لا نبتدي بدنا ندردش شوي على هيدا الموضوع. فضل. أول شيء شيف وائل، هل صحيح مثل ما ذكرت إنه الموضة ممكن تكون مرتبطة بالأكل أو مائدة الطعام؟ نعم بتكون مرتبطة، لأنه هلا إحنا في عصر التقدم وعصر التكنولوجيا عمالنا بنشوف شغلات جديدة وبسرعة وبشكل سريع جدا، بتطلع لنا أطباق جديدة وشغلات ناعمة، برزنتيشن خفيف، بيكون الصحن حلو ناعم هادي، تطلع عليه تشتهي انك تاكل الصحن او تتدوقيه.
يعني نحن مثل ما بنقول انه العين بتاكل قبل نعم التم بالعامه. نعم نعم. يعني البنات ممكن يكونوا على ذوق، ممكن يخصصوا مائده مختلفه. اذا بدنا نبتدي انا وياك بمائده الطعام كتزيين، اذا نعم. بدنا نحكي باكل سخن، نعم، كيف ممكن انه نركز على شيء معين يبرز شياكه الطاوله؟ طبعا احنا لما نحضر الاكل زي ما تفضلت، المكونات بتكون الاساسيه بتكون غنيه بالمكسرات، غنيه باللحوم، غنيه باشكالها، وبعدين بنبلش نزينها بشغلات اللي بحاجه لها انها تتزين فيها. ما نحطش كل شيء نزين فيه باي شكل اخر. الشغل بتحتاج على سبيل المثال ممكن تحتاج اللحمه عرق روزماري، بتنحط لها بتطلع تعطيها ستايل حلو كتير ناعم هادي. ممكن نعاود نحط شغله ثانيه ما تكونش لابقه لها، مش بالمنظر المطلوب، تطلع بالشكل يعني الصحيح. حسب مكونات ممكن حسب الطبق، حسب مكونات كل طبق بدك تعطيه البرزنتيشن تبعه يكون هادي، يكون كلاسيك، ستايله حلو ناعم، ما يكونش معجق كثير. حتى زي ما تفضلتي انه العين اللي بتاكل مش انتم. مزبوط، بس اكيد لازم تكون الطعم غير شكل كمان حتى انه نزيد أكيد أكيد جرعه بديكون الاكل. بده يكون الطعم طيب والتحضير يكون صحيح 100%. اذا بدي احكي انا وياك هلا على اطباق السلطات، وهي هيدي محبوبه الكل، يعني مثل نعم. ما بنقول انه كل بنت، كل سيده، كل شخص اول ما ببلش بالاكل بالسلطات، ببلش بالسلطات. نعم. هلا شو في جديد عندكم بالسلطات وكونه انت شيف محترف بهيدي الامور؟ حاليا السلطات المرغوبه السلطات اللايت، فيش فيها يعني سعرات حراريه كثير عاليه، يعني ما بتنصح، ما بتنصحش بشكل عام، بتكون فيها الخضار اكثر، بكون البرزنتيشن تبعها لايت هادي، يعني بتكون بسيطه جدا، بتكونش كثير فيها مواد، يعني مثل مكوناتها بتكون دسمه، لا هلا مبتعدين عن هالموضوع. نعم، بتكون خفيفه، اغلبها بتكون من الخضار. وكيف طريقة التزيين؟ هل انه في اشياء كمان للسلطات بنفس الخط؟ نعم. كمان بيتزين؟ نعم، كل شيء له شيء بيتزين فيه. طبعا السلطات لما تكون على سبيل المثال بنعطيكي بفلو تشيز موزوريلا، فريش موزوريلا مع طماطم، بيجي معاها بازل اللي هو ورق الريحان، وبيجي معاها البيستو صوص برضه ريحان صوص. لما تزينيها بشكل، لما تزينيها مع ورق الريحان تطلع بشكل رائع جدا وناعمه وهاديه. في سلطات ثانيه ممكن تحتاج شغلات اخرى ندخلها يعني عليها زياده، يعني عليها بتكون اكثر، تحتاج انها اكثر من شغله نزينها فيها حتى تعطينا الواو تبعها، الستايل تبعها. هلا رح نبلش بالطبخه او الاكله اللي جهزت لنا اياها. بدك تقول لي شو حضرت لنا؟ حضرت لكم اليوم طبق سويسري اللي هو ممتاز في الموفنبيك. الطبق هو فيل زيورش او لحمه مع المشروم والكريمة، نعم، مع رشد بوتيتو. هيدي الطبخة سهلة للبنات، هاي سهلة وسلسة كتير يعني، وفيها مكونات ونوعا ما غنية. مكونات هيدي الطبخة او مقاديرها سهلة لكل سيدة انها تطبقها بالبيت؟ طبعا سهلة جدا، وهي مش بحاجة لشغلات كتيرة، خمس ست انواع من المقادير، بحاجه لبصل ناعم، بحاجه لكريمه، بحاجه لمشروم طازج بحاجه للحم بقري رضيع، بحاجه لبطاطا بصل ملح وفلفل زعتر وروزماري، وفي عندنا برضه زبده الاعشاب اللي هي اخر شيء بنحطه على المنتج نجهزه. هلا هيدي الزبدة خاصة فيكم، في الكل كمان انه يطبقها، بتحطوا فيها أعشاب، نعم، وبتحطوا فيها شوية فلفل، شوية فلفل، وبتصير بتقدر كمان تستخدمها بالبيت عادي، ممكن يعني تستخدمها. انه مش طيبة بس جدا، خاصة طعمها بفنادق، هي خاصة بالفنادق بس، ممكن ست البيت تحضرها، هي سهلة جدا مش صعبة. وحتى ستات البيوت، كل ست بيت من المفترض انها تهتم بالستايل، الاكل الجديد، نوعيات جديده، تدخل شغلات جديده على بيتها، ما تكون يعني قدر الامكان انها تكون سلسه، ما تكونش تتعبها مثلا في تاخذ منها وقت في التحضير والانتاج، وتاخذ منها
تكلفة كبيرة. بعدين هلأ شيف وائل صارت البنات يعني بيحبوا هالأمور. نعم. من تجي مناسبة أو يجي هيك جمعة عزومة أي شيء بتلاقيهم بلشوا يحضروا أشياء وابتكارات جديدة وتكون غير عن المعتاد يعني. نعم. نحن قدر الإمكان منحب مع ستايلك أنه كل شيء جديد وكل شيء سهل. أكيد. وتستفيد منه المرأة نطبقه سوا. أكيد. لازم بعملية الطبخ شيف وائل انه يكون في اثنين مثل مقليتين ولا عادي فيك فوق بعضهم مثلا ستيبس انه خطوات؟ ممكن تسويها خطوات بس بدك ترجع تسخني مرة تانية يعني اللي بتبلش فيه اول بدك ترجع تسخنيه لانه هذا الاكل سخن بده يتاكل مع بعض. ممكن تسوي خطوات ممكن تسوي مع بعض يعني كل شيء بكسرون لحال أو بقصد هيدا رح يكون لحال. نعم. وهيدا رح يكون لحال يعني كل الخلطة لحال هلأ هلأ هدول كل شيء لحال طبعا كل شيء لحال. أنا توقعت ممكن يكونوا مع بعضهم عشان هيك سألتك. بالنهاية إحنا بنحطهم مع بعض بس كل شيء على طرف بصحن واحد بتقدمهم مع بعض. وهون طبعا رح تشتغلوا على عملية الترتيب بالشكل وهيك. نعم. رح نشوفها هلأ بالنهاية. نعم إن شاء الله. هلأ منضيف الكريمة كريمة عادية طبعا كريمة عادية كريمة جديد لا 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 لا, أو لا كريمة عادية متوفرة بالأسواق و كريمة طبخ يعني كريمة طبخ كريمة. نعم مش كريمة حلو وهي غنية كمان الكريمة بالبروتين والدسامة زي ما بيحكوا فيها ممكن مثلا الست تستغني عن الكريمة الدسمة كمان في منه بيكون قليل الدسم أو مثلا سعرات ممكن قليلة. متوفر بس احنا نوعا ما بنستعمل كامل الدسم تختلف الطعم شيف بالقليل نوعا والكامل. ما خفيف نوعا ما مش الشكل المطلوب يعني يعني في بنات بتخوفوا مثلا من الكريمة بيقولوا كريمة ممكن تنصح أو ممكن تزيد هذه حسب رغبة ست البيت شو بتحب تحط أو الصبايا شو بحبوا يستعملوا برجع لهم يعني ممكن ما نستخدمش معها كريمة ممكن نستخدم معها أساس الجريفي صوص اللي هو أساس اللحمة اللي بيطلع ممكن نستخدمه ممكن ما نحطش كريمة معها أو ممكن تحط معلقة واحدة أو معلقتين إشي بسيط بس تغير من لونها وشكلها هي طبعا الدسامة كتير أطيب يعني بكل شيء حسب دسم طيب هلا بدنا نقلب البطاطا نشوفها هيا شو اخذت لون ذهبي هلا شو بعد رح تضيف على اللحمه والكريمه والمشروم هلا بنضيف بس نتاكد من ملح بنضيف زبده الاعشاب اللي هي هاي اللي هي بتكون عباره عن روزماري او حصلبان والثايم هو الزعتر البري وفي البابريكا الحلوه البودره وبكون في كمان ثوم شوية ثوم مفروم ناعم وبقدونس برضو مفروم ناعم بنحط عليها هلا بس خليها تغلي شوية الطبخة عشان الكريمة تصير ثيك ثقيلة واخر شيء بتحط الزبدة واخر شيء بنحط عليها زبدة الأعشاب ممكن زبدة الأعشاب هاي نسرفسها بطريقة ثانية بشكل آخر بنكون نعملها رول وبنحطها بالفريزر اوكي ولما نيجي نطلع الصحن بنقطعها على شكل دوائر بنحط حبه حبتين حسب حجه الصحن او حسب الكميه هيك بتكون اسرع بتعطينا برزنتيشن حلو كثير انه بتصير سريعه يعني انه نعم. وحده تحضر اكلتها بسرعه نعم او هيك عندها شيء فجاه اجى بتكون ممكن تستخدمها نعم احنا بتشرفونا اي وقت بموفنبيك المنطقه الحره احنا عندنا شغلات جديده وعندنا بوفيهات جديده بنشتغل عليها وفي عندنا يوم الخميس سي فود نايت عندنا مشهورين بالاسماك هون كدوله الكويت مشهورين بالاسماك واحنا خاصه كمان بالفندق بنجيب اسماك طازه عندنا يوم الجمعه عندنا برانش حلو كتير وفي الاطفال ممكن في مكان خاص للاطفال ممكن
يلعبوا فيه برضه، وفي لهم اكل خاص برضه للاطفال، يعني اجواء الراحه كلها موجوده الحمد لله متوفره بتكون. والاجواء طبعا هلا حلوه، صايره احلى من اول، ان شاء البرد خف شويه والاجواء عمالها تتحسن نوعا ما. وفي عندنا يوم السبت الاورينتال نايت، عندنا باربيكيو بكون، وعندنا اكل كله ستايل عربي، كله شغل ست بيت يعني 100% بكون. الواحد شغلات شهيه حلوه، قاعد ببيته عم ياكل اكل نظيف، شغلات حلوه، شغلات حلوه ومشهيه جدا. هاتي ستي يسلموني. هلا تقلت شوي نعم بلشت الكريمة تتماسك مع بعض. طبعا البطاطا نوعا ما بلشت تاخذ لون وتنضج. رح تحط من هيدي شيء؟ ممكن نحط هاي منها تطعمها. وهيدي بدك احنا اوريدي حطينا منهم مع زبده الاعشاب موجود يعني. هيدا الروزميري كثير بيطفي الزفر صح؟ اكيد نكهته طيبه جدا. فيك تحطها ورقه ورقه ولا؟ ممكن ورقه ورقه او عرق يعني مجموعه يعني هيك بصير. إذا كترنا منه بيمرمر كترته صح؟ كتر البهارات بشكل عام على المأكولات بتمرمر، يعني 4-5 أنواع بهارات كمية غير مناسبة تكون طبعا راح يمر الأكل، مش راح يساعدك وراح يطلع بالشكل غير الصحيح. أنا شايف حطيت لك من الزعتر بري كمان. صح يسلموا إيدك كلك ذوق. البطاطا نوعا ما بلشت تنضج. هي لازم تكون طريقة البطاطا هيك مثل الدائرية وتكون شوي شبه متماسكة. نعم هي من هي البطاطا تتماسك نفسها بنفسها لأن فيها مادة الكربوهيدرات، مادة الكربوهيدرات لما تبلش عملية النضج بتصير تتماسك مع بعض، بتصير كأنها استيكي أو مصمغة مع بعض. يعني أنت الشكل اللي بدك تحصل عليه هيدا هو هذا الشكل، أو ممكن في عندنا قواطع، إحنا بنشتغل على قواطع وبناخذ بشكل معين وبنسرفسها مع اللحمه او بنقدمها مع اللحمه. رح تزيد شيء او تضيف شيء شيف مع المشروم مثلا بندوره اللي هي طماطم او لا؟ هذا برزنتيشن بس، بس كأشكال للديكور بس. ما نحن بدنا ننطر كمان نقطه الديكور، اكيد الطعم مهم اكيد بس طبعا، بس كمان الشكل كمان كثير بهمنا نحن لانه بنحب كل شيء يكون متميز. يعني نوعا ما اللحمة نضجت وتماسك الصوص وتكاثف مع بعض، وإن شاء الله بتعجبكم. يعني هذا كان لقائي مع الشيف وائل، وعطانا معلومات كتير مفيدة وحلوة، إن كانت بستايل تقديم سفرة الطعام أو حتى مفيد لصحة المرأة. بشوفكم من بعد الفاصل. من بعد الفاصل في فقرة آت هوم، المكياج حسب لون البشرة. بفكرة آت هوم اليوم رح نحكي عن المكياج. مين فينا ما بحب المكياج وبحب يتعرف على الطرق الصحيحة لوضعه؟ اليوم موضوعنا عن مكياج لكل موسم، كل لون بشرة وكل شكل دوران وش له مكياج معين، مع خبيرة المظهر ناتالي فان رويان. When it comes to skin color, I think it's important for women to wear the right makeup. And also, in Kuwait, we are lucky enough that we have many places that can help and that can advise us on the right type of makeup to wear for our skin tones. But just as makeup is very important with the right skin tone, it's also very, very important to wear the right colors for your skin. If you are fair skinned and if you're really light, I would really try and stay away from
very, very bright colors like bright orange or like bright yellow, because when you are very fair skin, the skin naturally has a yellow undertone. So when you wear something very bright, it actually dulls the skin more because everything is focused on that color and not on your skin. I would suggest like something like, again, maybe colors like taupe, like pink blush, you know, like a really soft, very feminine pink. Or again, maybe if you're not into pink, I would go for the beige or like a nude beige. And again, mixing it with darker tones and with ivory is beautiful on light women's skin, especially if you have light hair as well. And then it's again, the olive skin girls who are very lucky, we can get away with pretty much everything. But I would still be careful, you know, especially when you are trying not to attract too much attention, just keep it neutral. And if you do want to play with color, accent your outfits with accessories, or for instance, a scarf is maybe a good idea to just introduce some color. Like most of the time in winter, we like to wear dark colors because it's soothing, it's more comfortable, it's comforting as well. So I would say, wear, me for instance, I love to wear a lot of black in winter, you know, because black can look really depressing if it's just worn with no makeup or with no accessories. It can really kill the look. But black is still the easy color to go to. So I would just suggest that we jazz it up a little bit and have some fun with black, you know, especially with lipstick. Lipstick is the best part. My suggestions of what to wear, like I said, before considering anyone else's opinion, if you see your outfit and you're comfortable with it, that's the only thing that should count. وصلنا لفقرة الـ 1 minute. هالفقرة سهلة وسريعة وبنفسك بتقدر تنفذيها وبدقائق كتير بسيطة ومن الطبيعة. اليوم رح نحكي عن طريقة تقدر تتخلص من الدهون والوزن الزائد. كتير سهلة. دوني معي شوية ميرامية طبيعية وشوية زعتر بري، حطيهم بمي مغلية واتركيهم حتى يفتروا شوي، وما عليك إلا قبل النوم تاخدي كباية صغيرة، والمواظبة رح تخلصك من الدهون الزائدة والوزن الزائد. هيدي كانت فقرات ومواضيع حلقتنا لليوم. انطرونا الأسبوع الجاي بنفس الوقت، ورح تكون فقراتنا أحلى وأحلى وسوبر ستايل مع ستايلك. تصبحوا على خير وباي باي.